مسابقة فوازير الريان، جاوب على السؤال واكسب 1000 جنيه يوميا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اذكر رقم الآية واسم السورة. اشترك واتصل على رقم تليفون 8080 40 أو 50. تسلم الجائزة يوميا للفائز في مقر شركة الريان بالهرم. لو سمحت يا استاذه هاله. ايوه اتفضل يا حاج حبش. لو انتم مجهزين الحاج ممكن ينزل. احنا دقيقتين بالكتير وخلاص هنكون ظبطنا الاضاءه والفايز كمان وصل. الله يبارك لك، انت عامله حاجه زي الفل. الله يخليك يا رب. تسلم. السلام عليكم. عليكم يا السلام. اهلا يا اهلا. الله وبركاته. اهلا بيك يا حاج. ازيك استاذه؟ على فكره احنا جاهزين والفايز كمان موجود معانا، يا دوب هنبدا حالا. ان شاء الله. استاند باي. الفايز فين؟ انا يا فندم. تفضل. اهلا 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 اهلا. الف مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. 4 3 2 1. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم في فوازير الريان الرمضانيه. والنهارده طبعا زي العاده هيكون معانا الحاج احمد الريان عشان يسلم لكم الجوائز بنفسه. مصباح علاء الدين النهارده بقى شركه الريان. يا حاج احمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين، بارك الله فيكم. واكيد كمان بنتعرف النهارده بالفايز بجائزه الريان الرمضانيه. نتعرف بحضرتك والف مبروك. مجدي طلعت يا فندم. الف مبروك يا استاذ مجدي، كسبت مع فوازير الريان الرمضانيه جائزه 1000 جنيه. الف مبروك. لو سمحت. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ربنا يقدرك على الصيام بفضل الله تعالى. لا انا فاطر. مريض حضرتك الف سلامه. انا مسيحي. اللهم صل على النبي. ده رمضان. أهو ده رمضان الذي يجمع في طياته كل من المسلم والمسيحي في كل بقاع الأرض. سبحان الله. والجائزة من النهاردة إن شاء الله بأمر الله تعالى بدل ما هي 1000 جنيه هتبقى 2000 جنيه، علشان نرد على كل الألسنة اللي بتلت وتعجن في مسألة المسلم والمسيحي. أقسم بالله العظيم أن ما حدث الآن حدث صدفة ليس بترتيب مسبق، وأتمنى أتمنى ألا يتصور أحد أننا قد رتبنا أي شيء، لكن هنقول إيه؟ هذا هو النسيج المصري الواحد الذي يجمعنا مهما تفرقت بنا الأماكن. تفضل.